غزواني مساء أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط رفقة فخامة رئيسة الهند سيدة دروبادي مورمو على توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. ووقع هذه الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بال محمد الحبيب، وعن الجانب الهندي الأمين العام لوزارة الخارجية الهندية المكلف بالشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات آرون كومار شاتارجي. تتضمن هذه الاتفاقيات اتفاقا بين بلادنا وجمهورية الهند حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، وبروتوكولا حول التشاور بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى برنامج للتبادل الثقافي بين بلادنا والهند من 2024 إلى 2028. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية ومعهد سو شما سوراج للخدمة الخارجية. حضر حفل التوقيع عدد من أعضاء الوفدين المرافقين. فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي سيد محمد عبد الشيخ الغزواني قد أجرى مساء أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط محادثات على انفراد مع فخامة رئيسة الهند السيدة دروباي مورمو. تطرق اللقاء الذي توسع فيما بعد ليشمل الوفدين المرافقين الموريتاني والهندي لأهمية الشاور المستمر من أجل الرفع من مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب. ترجمة